ايضا نتمنى الاستفاده من خدمات المراكز الان. مراكز الان اغلبها ولله الحمد في المناطق يعني مجهزه تجهيز ممتاز جدا جدا. بامكاننا الان نعمل ابلود لجميع اللاب انفستيجيشن، راديولوجيكال انفستيجيشن، الهيستوباثولوجي ريبورت، ممكن نرسل سلايدز، ممكن نعمل حتى فيرتشوال كلينيك للمريض اللي يراد تحويله، بحيث انه الطبيب اللي حيقبل الحاله يكون يعني شاف المريض قبل ما يجي مثلا، ويختصر وقت كثير، وبالتالي يساعد في انه المانجمنت بلان تكتب من البدايه، وايضا ممكن حتى الدسشارج بلان للمريض هذا توضع من اول فزت للمريض. الاشكاليه الاخرى اللي احنا في الهيئات نواجهها اللي هي عيادات المختبر او مواعيد للمختبر، مواعيد للاشعه، مواعيد لعيادات التمريض، ومواعيد للصيدليه. هذه بالنظام في الهيئات لا تقبل. ومع ذلك احنا بنحاول انه نمشي وكذا، لكن الان مع التشدد في اوامر الاركاب لن نستطيع اعطاء تذاكر للمريض لموعد في عياده او عياده مختبر او اشعه او نيرسينج كلينيك او لفارماسي. فبالتالي هذه الان هذه الخدمات انا متاكد تماما انه المراكز في المناطق تستطيع انها تقدمها للمرضى. مثال للمختبر، يعني احنا عندنا مرضى الان شفاهم الله ليوكيميا 19 سنه بيجي على التخصصي، بيجي الموعد علشان يعمل سي بي سي مثلا وبريفرال بلاد فيلم، بينما هذا بامكانه يعمله في المستشفى ويطلع عليه الطبيب في التخصصي من دون ما يجي المريض. مرضى القلب مثلا اللي لهم اكثر من 20 سنه اجروا عمليات، ويجي التخصصي يعمل مجرد اشعه على الصدر وتخطيط قلب، ويكتب له الدكتور نفس الميديكيشن ويمشي. هذه بامكاننا ان نعملها عن طريق المراكز. الأشعة الآن أغلب مستشفيات وزارة الصحة مجهزة بأحدث أنواع الأشعة، يمكن يقل عندهم يعني المين باور حقتهم ما هي بمنصه التخصصي، لكن الاستدي ممكن تعمل في المراكز في المناطق الطرفية ونعمل لها أبلود على السيستم وتروح للراديولوجيست أو الطبيب المعالج في التخصصي. عيادات التمريض أيضا ممكن نفس البروتوكول تزود فيه المراكز الآن. مرضى كثير بيجوا للنيرسين كلينيك ما بيقابل فيزيشن لما يجي التخصصي، بيجي مثلا معاينة جرح بعد العملية أو تغيير على جرح، أو النيرس تعمل له مثلا الاي سي جي وتشست اكس راي والمريض يمشي. هذه كلها ممكن أنها تفعل في المراكز. الصيدلية أيضا عندنا الريفيل، طبعا هذا الان يعني احنا في مركزنا الحمد لله في تبوك يعني ما عندنا اشكاليه، لكن اكيد انه في مناطق اخرى تعاني. يعني الريفل كله احنا في تبوك الان احنا نقدم الخدمه هذه عن طريق المركز، ما يجي المريض. طبعا في عندنا مشكله طبعا اللي هم المرضى الاوتو اميون ديزيز مثلا اللي هم على البيولوجيكال ايجنت اللي بياخذ انجكشن مونثلي، طبعا حقيقه معاناه هؤلاء المرضى. يعني ايضا يمكن هذول انه ايش في البداية يحضر للتخصصي كأول موعدين أو ثلاثة ويأخذها ثلاث مرات مثلا في التخصصي، بعد كذا إحنا we can do the same إنه يجي ننشئ عيادة مثلا في المركز بحيث أنها تتولى إعطاء البيولوجيكال ايجنت هذه للمرضى، ترسلها الصيدلية للمراكز والمريض يكون تحت إشراف طبيبه اللي حوله هناك، وبالتالي يأخذ المونثلي انجكشن من دون ما يجي إيش باستمرار. جزاك الله خير، يعني هذا تقريبا شافي وافي، لكن لا نتجاوز النقطة هذه، انه انا حان شرح افرغ ما قلته كامل ونشوف الاشياء اللي انت قلته ممكن تتعمل في المستشفيات اللي هي مرجعية، بالاضافة اللي ان شاء الله قد يزيد ان شاء الله اخواننا من المناطق الثانية اشياء ممكن تعمل في مستشفياتهم ونحصرها، بعدين نحن نقيم كمستشفى مركز تخصصي نقيمها انه ممكن انها تعطى هناك ولا ما تعطى هناك الدواء وهكذا والخدمات كلها. جزاك الله خير. عسير الدكتور محمد حسن آل محية، تفضل. الحديث مجلس على طاولة واحدة ونفكر بصوت مسموع كيف يمكن أن نخفف من معاناة المرضى الحقيقة في التوجه في المنطقة المركزية في الرياض. دكتور محمد. أيوه. ايش رايك تكون انت المسؤول عن اللجنه هذه وانا اجلس معاك نجمع النقاط ونشوف وسائل وطرق ونفتح النقاش دائما معنا في وضعيه بحيث اننا نجمع المعلومات هذه ونشوف. يعني احنا من الاشياء اللي انشاناها عندنا الان عملنا بولي كلينيك، طبيب من التخصص يروح للمستشفيات المرجعيه عندنا 14 عياده
بحيث انهم يشوفوا مرضى تخصص الكرونيك الموجودين هناك. عملنا الان عياده مرئيه عن بعد تخفف على المرضى وينشاف فيها، بعض الاحيان مريض مريضين في اليوم. عندنا العنايه مركزه عن بعد 24 ساعه، تعطيك راي طبي ثاني وتخفف عنك، عندنا راي طبي ثاني. فخلينا احنا اذا حبيت نشتغل مع بعض والمجموعه كامله ان شاء الله نخصص، نشوف ايش الطرق هذه اللي ممكن لنا تفيد باذن الله. طيب ابشر، نحن معك باذن الله. المدينه المنوره الاستاذ محمد البلوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحييك جميعا. الله يحييك يا هلا. بس عندنا احنا مشكلين طبعا حالات القلب الان في المدينه، في مركز متقدم كبير يعني شيء يعني ممتاز جدا. ف الى الان المرضى حقين المدينه الى الان يراجعوا في تخصصي، رغم انه يعني جميع الحالات يعني ممكن يعني متابعتها هنا في المركز يعني باستثناء زراعه البرق يعني. أما باقي الحالات جميع الحالات يعني حالات القلب التي كانت تتابع في المدينة، ولكن المستشفى التخصصي ما يساعدنا على هذا الشيء، لأنه يعطي المرضى مواعيد فيجبرهم المريض على صرف التذكرة، تمام؟ ومن الحالة التخصصي هنا المركز يقول له يبدأ العلاج، ما يعطيه حتى التحليل ما يعطيه، فإحنا يرسلنا المراجع بالموعد. أنا شايف من حالات القلب باستثناء الزراعة إنها كلها تحال لمنطقة المدينة يعني. هذا يعني هذا المرضى يطلع الرياض عشان ياخذ علاج، تمام؟ هو العلاج المبرد أو المبرد. أنا شايف بدال المريض ما يتعب وتصرف تذكرة له، تمام؟ إنه صيدلية المستشفيات إذا كانت موجودة إنها تأمن من تبع المنطقة، تمام؟ أو أن إدارة التمويل الطبي بكل منطقة تمام تأمن العلاج حتى لو عن طريق الشراء المباشر، بدل ما المريض يروح يكذب على نفسه ويصرف تذاكر عشان علاج. فأنا شايف أن في بعض العلاجات يمكن توفيرها من المناطق لو عن طريق التمويل الطبي في المنطقة، تمام؟ أو عن طريق الشراء المباشر يعني بدون عناء للمريض اللي يروح عشان يصرف دواء. دكتور محمد بن عبد السويد الجيزان. موضوع خروج المريض ورجوع المنطقة يعتمد علينا جميعا، يحتاج لها بذل مجهود حقيقة من جهة ثقافة المريض. المريض يقول لك خلاص أنا حولت الملك فيصل ما أبي أرجع إلى العالم، فهذا يحتاج ما هي الآلية التي نقدر نستطيع إن شاء الله إن احنا نتجاوزها ونقنع المرضى بعلاجهم في منطقتنا إذا توفرت العلاجات. شكرا جزيلا. الطائف الأستاذ عبد الله بن علي الزهراني والدكتور بدر بن جابر الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة اللي هو عادة المريض زي ما تفضل الدكتور عياش، فعلا الهيئات لديها صلاحيات بإنهاء القرارات وتحويل الجهة اللي تراها الهيئة الطبية، ولكن أحيانا تقعنا في حرج مع المريض، لكن هو المستشفى الملك فيصل كتب لنا خطة علاجية انتهى علاج المريض، نقدر احنا بناء عليه نصدر القرار من ناحيتنا كحل أفضل يعني عشان لا يقع الإشكالية مع المريض. المريض يعني عادة يقول لك انا بيحكي انا طلع عندي موعد لازم تحولني على المستشفى الملك فيصل. تفضل دكتور. اي نعم. حياكم الله. استاذ اسماعيل، انا رئيس الهيئه الطبيه بالاحساء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. صبحكم الله بالخير جميعا وشكرا على التواصل معكم. النقطه الثانيه، التقارير الطبيه التي تمنح للمرضى من المستشفى غير واضحه، لا يوجد فيها اي توصيه، هل المريض يستكمل علاجه بالتخصصي او يستكمل علاجه في مستشفيات الاحساء او يتطلب العلاج بالخارج. النقطه الثالثه، حالات جراحه القلب التي تتم في مستشفى فيصل التخصصي تكون المواعيد بعدها بعيده، يعني نقترح انها تحال الى مركز القلب في الاحساء، مركز الامير سلطان لجراحه القلب، منها تخفيف عناء المرضى و متابعتهم في نفس المنطقة. لا توجد توصية لذلك. بيشة دكتور محمد فوزي. دكتور محمد فوزي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة لبيشة الملاحظة اللي هي تقرير المتابعة، يعني المريض لما بيخرج من المستشفى الملك فيصل
وما في تقرير واضح للمتابعة، وماذا إمكانية متابعته والمطلوب منه الفول أب في مستشفى الملك عبد الله؟ مستشفى الملك عبد الله هي مستشفى سكندري هوسبيتال أباوت 380 سنين، فيها معظم الفاسيلتيز، إنما إحنا عايزين بس يكون التقرير واضح بالنسبة إيه اللي ممكن نعمله للمريض، ويكون واضح إن المريض خرج مش محتاج متابعة في مستشفى الملك فيصل. ان كل عدم الوضوح ده بنجد نفسنا في حرج مع المريض. حدود الشماليه صالح بن هاشم رويلي الدكتور. عندنا مختبرات وعندنا اقسام اشعه وعندنا عيادات وعندنا غرف عمليات وعندنا طاقم متكامل. يعني احنا يمكن عندنا في مرضى الحدود الشماليه اللي في التخصص يمكن اكثر من 2000 مريض. فهذا طبعا المريض يعاني وانتم تعانون وضغط عليكم كبير. اذنك دكتور محمد تعقيب الدكتور هيازع. طب في نقطه بس لاحظ تكررت من الاخوان في الهيئه اكثر من مره، انه في حال توفر الخدمه الطبيه داخل المنطقه الهيئه تنهي القرار وتحيل المريض الى الجهه التي تقدم الخدمه في المنطقه. موضوع انه المريض عنده موعد في مستشفى خارج المنطقه او مضاف له مرافقين او شيء، هذا غير ملزم للهيئه. الهيئه هي الجهه صاحبه الراي الاول والاخير في تحويل المريض من عدمه، وايضا في عدد المرافقين مع المريض. فبالتالي كون المريض لديه موعد بالتخصصي لا يعني ان الهيئه ملزمه باصدار قرار للمريض باستمرار العلاج بالتخصصي اذا كان اعضاء الهيئه يرون انه يمكن تقديم الخدمه للمريض في المنطقه او ان حالته لا تستدعي التحويل.